أهلا بكم. تتخوف أمريكا من نجاح الوساطة الصينية بين روسيا وأوكرانيا مثلما نجحت في وساطتها بين السعودية وإيران، لكن هل فعلا بكين مهتمة بإنهاء الصراع أم هي مستفيدة من استمراره؟ فهي تشتري النفط والغاز الروسي بأسعار مخفضة، أم أن بكين تريد استغلال روسيا المنهكة والمحاصرة في حربها المحتملة للسيطرة على تايوان مقابل دعم روسيا وعدم تركها تواجه الغرب في هذه الحرب الاستنزافية؟ وما هو موقف واشنطن في حال نجاح هذه الوساطة؟ مشاهدينا الكرام، الآن نرحب بضيوف حلقة الليلة من استوديو الآن. من كييف السيد يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، ومن واشنطن طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي في اندبندنت عربية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد يفهين وأسألك، هل أوكرانيا تأخذ الوساطة الصينية لحل الأزمة بينكم وبين روسيا على محمل الجد؟ أولا مساء الخير. أهلا وسهلا وتحيات حارة من كييف في الهواء، وشكرا على استضافتي. وطبعا في هذه اللحظة بودي نعم كانت هناك مشكلة أتوقع في الاتصال، أتمنى لو تبدأ بالإجابة من جديد أستاذ يفهين، تفضل. رمضان كريم. رمضان كريم، شكرا جزيلا لك. وتحية من كييف، تحية مباشرة. الآن في كييف 11 بالليل، والحمد لله اليوم حتى الآن يعني لا بأس فيها، يعني أقصد الجو وأقصد الحرب، الظروف. ولكن الليلة اللي كانت ليلة متوترة جدا، 4 ساعات على عشرات سفرات الإنذار الجوي، كان موجة جديدة من صواريخ روسية ومن مسيرات إيرانية روسية، 21 سيارة و16 منها تم إسقاط، لكن للأسف 5 طرفت بعض من أهداف، بما في ذلك أهداف كالعادة إما مدنية إما طيب، إلى الآن هناك مشكلة في الإنترنت، وأساساً هذه المشكلة مستمرة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، مشكلة خدمة الإنترنت. أرحب بك أستاذ طارق وأسألك، هل الصين فعلاً جادة بأخذ دور الوساطة مثل ما أخذته بين المملكة العربية السعودية وإيران، أم أن الوضع الآن مختلف؟ يعني من الناحية الظاهرية ربما تريد أن تقول أو تقدم عدة رسائل من خلال هذه الوساطة، أن تقول لدول الجنوب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أن الصين دولة عظمى كبيرة تستطيع أن تلعب دور عالمي كبير مثلما كانت تفعل الولايات المتحدة، وهي الآن تتقدم إلى الأمام، وهي تقدم بذلك أيضا خدمة للرئيس الروسي بوتين بأنه هو أيضا في اللحظة التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهامات إليه وتضعه على قائمة المطلوبين للعدالة، هي تقدم له ما يشبه بطوق نجاة، لأنه تظهره بأنه شخصية مقبولة يقابلها الرئيس الصيني قوى عظمى أخرى، وبالتالي يمكن التعامل معه واستمرار التعامل معه من دول الجنوب. لكن من الناحية العملية الصين أبعد ما تكون على أن تلعب دور حيادي في هذه القضية، لأن بالتأكيد هي ترى في مصلحتها مع روسيا كشريك وصديق على مستويات عديدة، وأنها ربما تكون مكشوفة إذا ما هزمت روسيا في معركتها ضد أوكرانيا، وهي عمليا هي دعمت وأنقذت الاقتصاد الروسي من خلال عدة أشياء. أولا هي وفرت
حسب ما تقول كثير من التقارير الأمريكية على الأقل، أنها وفرت الرقائق المتقدمة لشرائح الكمبيوتر والرقائق المتقدمة التي تستخدم في السلاح بعدما منعت الولايات المتحدة وأوروبا هذه الرقائق عنه. هي أيضا دعمته اقتصاديا من حيث تعزيز التجارة مع روسيا، والتي حسب ما يقول المسؤولون الروس أنها تقترب من تحقيق الهدف الذي حدد ب 2024 وهو 200 مليار دولار، سوف يحققونه هذا العام أي قبل عام من ما كان مقررا أن يحصل. هذا الدعم الاستراتيجي يعكس مدى خشية الصين من أن روسيا سوف يعني إذا انهارت قواتها أو لم تستطع أن تكسب الحرب فإن ذلك سيصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أفهم من كلامك هي تريد أن تستمر هذه الحرب لأنه هي مستفيدة اقتصاديا وحتى عسكريا، وهي تريد أن تسيطر على روسيا، يعني تكون لها اليد العظمى في روسيا، وبنفس الوقت لا تريد أن تخسر روسيا مقابل الغرب وخاصة أمريكا. نعم هذا صحيح، هي أيضا هذا ما يجعلها غير قادرة على أن تلعب دور حيادي. بمعنى آخر، إذا اتصل الرئيس شي الآن بعدما غادر موسكو واتصل بالرئيس زيلينسكي في أوكرانيا وقال له أنه مستمر في عملية الوساطة ويريد أن ينفذ هذه المقترحات التي أطلقها، هو لن يكون في نهاية المطاف محايدا، لأنه لا يستطيع أن يخسر روسيا، لا يستطيع أن يغضب الرئيس بوتين. بالنسبة للرئيس بوتين هو يريد أن يحافظ على المناطق التي سيطر عليها في شرق أوكرانيا، وبالتالي هو لن يستطيع أن يلبي المطالب الأوكرانية بشكل عملي وموضوعي، وبالتالي الكلمة التي أطلقها حتى حينما كان يغادر وصافح الرئيس الروسي في الكرملين قال له نحن الآن نغير العالم أو العالم يتغير بعد 100 عام، هو يريد أن يضع موضوع أوكرانيا هو جزء في النهاية من موضوع أشمل وأكبر هو الذي يهتم به الرئيس الصيني، وهو مسألة هناك يعني كتلتين تواجهان بعضهما البعض، الكتلة الأولى هي روسيا والصين، والكتلة الثانية هي الولايات المتحدة وحلفائها ليس في أوروبا فقط وإنما أيضا في شرق آسيا. هو هذا السؤال هنا، ما هو جوهر هذه الوساطة؟ ما هي البنود التي من الممكن أن تطرحها الصين بين البلدين؟ لأن كما قلت هي الأزمة أكبر من بلدين فقط مجاورين، يعني هل بحسبة الصين إن صح التعبير أن تخرج القوات الروسية من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا أم لا؟ تريد أن تعتبر أن هذه السيطرة الآن هي أمر واقع؟ يعني للأسف هو الصيغة التي صيغت فيها النقاط 12 حينما أطلقت لأول مرة لم تكشف أي طريق يمكن البناء عليه، هي تحدثت عن أهمية تحقيق السلام وتحدثت عن أنها ترفض مسألة اعتداء دولة على أخرى وأنه يجب أن يكون هناك يعني على الأقل وقف إطلاق النار، لكنها لم تضع كيفية وصول الطرفين إلى نهاية، ربما أرادت أن تترك ذلك للمفاوضات، لكن هذا لا يفتح طريقا للمفاوضات. يعني حينما تضع أنت كوسيط عليك أن تضع الإطار الأساسي الذي يمكن من خلاله بدء المفاوضات، أي طرف يمكن أن يذهب ويقول أوكرانيا وروسيا تعالوا فلنتفاوض، يعني أي طرف يمكن أن يفعل ذلك، ولكن على أي أساس وما الذي يمكن أن تقدمه الصين؟ هي لم تقدم أي شيء، وحتى بالنظر إلى هذه الزيارة الأخيرة للرئيس شي جين بينغ هو في الحقيقة الأمر في ننظر إلى البيان الختامي المشترك سوف نجد أن أوكرانيا جاءت في ذيل الموضوعات، الموضوعات الأخرى تتعلق بالتعاون العسكري والتعاون الاقتصادي والدعم والعلاقة الصداقة بينهما، لكن في النهاية هو لم يضع أي شيء جديد فيما يتعلق بأوكرانيا، هذا يعني وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا. هي هذه النقطة أود الآن ينضم إلينا من جديد السيد يافين ميكيتينكو المستشار وزير الخارجية الأوكراني، تسمعني بشكل جيد؟ نعم صوتك واضح. طيب أود أن أسأل من جديد عن هل فعلا أوكرانيا تأخذ الوساطة الصينية بينكم وبين روسيا على محمل الجد أم لا؟
ترونها هي منحازة لروسيا بشكل أو بآخر يعني؟ أولا وفق لتعليقات من مراقبين من أوكرانيا، نعم، هم يقولون بأن حتى صاحب كرملين سيد بوتين ما يعجبه الموقف الصيني في 100%، بأن هو يعني رد صاحب كرملين على مقترحات الصين كان يعني بارد جدا. وهي أولا. وثانيا هم يحكون في بعض الأحيان عن السلام، عن إيقاف النار وإيقاف الحرب وإلى آخره. فالرد كان هذه ليلة إلا كانت يعني 21 سيارات مسيرة من إيرانية الصنع هاجمت أوكرانيا. هاي بعد الحديث عن السلام وإيقاف الحرب وإلى آخره إلى آخره. للعلم لو سمحت شيء مهم جدا، الآن روسيا تحتل تقريبا 18 إلى 20% من أراضي أوكرانية، من مساحة أوكرانيا. هاي مساحة التي تعادل مساحة الإمارات المتحدة. صوروا شو هذا؟ هل من الممكن أن يكون سلام كده على هذه اللحظة؟ يعني أنتم تريدون وتشترطون على الصين إذا فعلا دخلتم بمفاوضات رسمية مع روسيا بالوساطة الصينية أنه هذه الأراضي الأوكرانية هي أراضي أوكرانية حتى وأن الآن تسيطر عليها روسيا، وبدون استعادتها لأوكرانيا فعليا لن تقبلوا بأي وساطة. هذا ما أفهمه من كلامك. هاي أولا. ثانيا كم يدور الحديث بأن رئيس سي جين بين لما يرجع إلى بكين هو سيتصل برئيس زيلينسكي تليفونيا. هو رجع على بكين اليوم، واليوم ما كانش اتصال. نشوف يعني، نستنى يوم يومين ماذا يحدث. وفي شيء ثاني، في وقت عندما رئيس سي كان يزور موسكو، رئيس الوزراء ياباني سيد كيسيديو كان يزور كييف أوكرانيا لمدة يومين. وعلى فكرة نحن لدينا علاقات ممتازة مع اليابان ومع الصين لا بأس بها كمان. واليابان وعدت في مساعدات في حدود 8 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا. شفت كيف؟ نعم. وعلى فكرة أنا بودي أن أقول لكم كمان أرقام جديدة اللي أنا قريتها قبل دقائق، يعني يمكن سمعتي ولا ما سمعتش، أرقام اللي جاءت بها البنك العالمي World Bank. فالبنك العالمي يقول بأن أوكرانيا سوف تحتاج لإعادة بناء اقتصاد أوكراني 411 مليار دولار. نعم، سمعنا بهذه البيانات والمعلومات. سمعتم عن ذلك. نعم. ممتاز. فشيء هائل. نعم. نحن نحتاج تعويضات، ونحن نحتاج ضمانات الأمنية، ومن الضروري طبعا عقاب المجرمين. لأن زي ما كتب رواية مشهورة الكاتب الروسي المشهور سيد دوستويفسكي، الجريمة والعقاب. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة، وأنه هو أساساً الآن من المفترض أنه هو مطلوب للعدالة فلاديمير بوتين وتبعات هذه الخطوة أيضاً. سنعود لضيوفنا ولكم مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قبل أن نكمل حوار الليلة المتعلق بالوساطة الصينية بين روسيا وأوكرانيا، وجهنا سؤال ضمن فقرة الرأي رأيكم، سألنا المتابعين على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان السؤال كالآتي: لماذا تقدم الصين نفسها وسيطا للسلام بين روسيا وأوكرانيا؟ جاءت النتائج على النحو التالي: تسعى لتحقيق مصالحها لدى روسيا بنسبة 26%، ولفرض نفسها لاعباً رئيسياً في الملفات الدولية بنسبة 74%. كانت الإجابات على النحو التالي. هذه النقطة تحدثنا بها معك بالبداية أستاذ طارق، على كما قلت أنه هي لا تملك أوراق يعني تكون سبب لنجاح دورها كوسيط مثل ما حصل بين السعودية وإيران، لكن هي تريد أن توصل رسائل إلى أمريكا وإلى الغرب. لكن السؤال هنا، بنفس الوقت هي تدعم روسيا حتى وإن كان بشكل غير علني بالسلاح، هل هذا تناقض نعتبره أم لا؟ هي تحاول أن تعطي رؤية من هنا أو تطمئن روسيا من هنا، وتحاول أن توصل رسائل إلى أمريكا والغرب بشكل عام من جهة أخرى. يعني هي تدعمها اقتصاديا وتدعمها سياسيا وتدعمها في تعزيز صناعة السلاح من خلال توفير الرقائق الإلكترونية، لكنها حتى الآن لم يثبت عليها أنها قدمت سلاح بشكل مباشر. هي تشتري السلاح من روسيا، نعم تتعاون بشكل خفي ربما، لكن حتى الآن لم تفعل ذلك لسبب بسيط، وهو أن الولايات المتحدة وأوروبا حذروا الصين من أنها إن فعلت ذلك فسوف تتعرض الشركات الصينية لما يسمى بالعقوبات الثانوية، نعم، التي تجعل تزويد هذه الشركات للغرب بأي سلع سوف يتوقف، وبالتالي سوف تخسر كثيرا. لكن في نفس الوقت هناك بالتأكيد تناقض، على الرغم من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يتحدث هذه المرة على خلاف المرة السابقة باستخدام تعبير الصداقة بلا حدود، لم يوقع أي اتفاقيات تحالف عسكري بين البلدين، لأنه يريد أن يبقى في الصورة على أنه محايد. هذا من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية الرئيس شي جين بينغ هو يعني لا تستند حساباته إلى أي نوع من المشاعر، هو يحسبها بإمكانية المكاسب التي يمكن أن تحققها هذه الزيارة للصين، وهو في نفس الوقت يخشى من انهيار النظام في موسكو. هذا يعني بالنسبة إلي أن ربما تكون هناك اضطرابات على الحدود بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من 4000 كيلومتر، سوف تكون هناك مشكلات، وهو يريد أن تظل روسيا النووية القوية سندا وداعما للصين، لأن الصين تقف وحدها في هذا يعني الصراع. يعني أفهم من كلامك أنه كوريا الشمالية وإيران هي تريد أن لا تنهار روسيا بشكل كامل حتى لا تثبت نظرية أنه العالم قطب واحد، لا، هناك أقطاب متعددة وهذه الأقطاب تنافس أمريكا وستنجح، إذا ليس اليوم في المستقبل. نعم هذا صحيح، هو حتى بالمناسبة هو تحدث الرئيس شي عن أنه يعني بمعنى آخر هو أطلق الحملة الانتخابية للرئيس بوتين حينما على ما يبدو أنه هنأه بأنه يستطيع أن يرشح نفسه وهناك دعم روسي له كبير. هذا يعني على الرغم من أن بوتين لم يرشح نفسه بعد، يعني هذا كان شيئا استباقيا، هو يريد أن يقول أنه ينظر إلى المستقبل. هو الآن أول زيارة له بعد تجديد دورته الرئاسية، رئيس شي توجه إلى موسكو، ويريد أن يبقى بوتين لدورة رئاسية ثالثة وربما رابعة، بمعنى أنها سوف تكون هناك يعني انقسام عالمي على مدى عقد آخر من الزمان نحن نتجه إليه الآن من خلال بقاء الزعيمين في الحكم لفترات أخرى قادمة.
هذا يعني طمأنة بوتين بأنه يمكن أن يستمر ويبقى، وأن الدعم الصيني له مستمر، وهذا يعني في النهاية أن عملية أوكرانيا لن تتم من خلال الصين. الصين هي في حقيقة الأمر هي أقوى داعم لروسيا، وليس هناك طرف آخر يدعم روسيا ولا يستطيع أن يستمر في هذا الدعم لفترة طويلة سوى الصين، وبالتالي الصين فقط هي التي تستطيع أن تفعل ذلك. طيب أستاذ يفهين، اليوم كان أيضا موضوع مثير للجدل في الغرب وحتى عند روسيا، موضوع دعم بريطانيا لكم باليورانيوم المنضب، يعني هي تقول بأنه ينتهك القانون الدولي، هذا ما تقوله روسيا. لكن السؤال هنا، هل ما تقوم به أساسا روسيا هو لا ينتهك القانون الدولي؟ وهل تتوقعون أن هذا الدعم البريطاني سيغير من المعركة على الأقل لصالح أوكرانيا أكثر؟ أنا درست الموضوع قبل أيام واليوم كمان، ما في خوف هناك، ما في شيء، فقط تستعمل في إنتاج بعض من الأسلحة، بعض من معدات خصيصا للدانات للمدافع، يورانيوم، ولكن يورانيوم خفيف كده، ولا في ولا تأثير ولا شيء. حتى الروس عندهم بعض من معدات عسكرية اللي تستخدم هناك أورانيوم، أي شيء عادي، بس للناس العاديين يعني كلمة أورانيوم يعني مخيفة كده. طيب أعود وأسأل، تتوقع أنه هذا ممكن يكون لصالحكم، يغير من نتيجة لا نقول فقط المعركة، الحرب بشكل عام أم لا؟ أنا متفائل حذر جدا. تفاؤل حذر. عندكم الآن سيف مزبوط أم لا؟ لدينا الآن يعني موسم يعني تحول من الشتاء إلى الربيع. صحيح. يعني الموسم الآن غير ملائم للحروب. طيب. الآن خبراء يتحدثون عن هجوم، إما هجوم روسي على أوكرانيا، إما هجوم قوات أوكرانية على الروس. وكل شيء متعلق بالطقس، فالمفروض أن يبدأ أي هجوم كما يقولون الخبراء أسبوع المقبل، ولكن وفق تقارير الجاية الطقس الأسبوع المقبل سيكون ممطر جدا، وفي الطقس ممطر مش ممكن هجوم هناك في الأراضي الزراعية، مش ممكن استعمال هناك. طيب هو بالتأكيد العامل الجوي طيب. مؤثر في المعارك والحروب سواء بالإيجابي أو السلبي. أستاذ خالد طارق عفوا، أود أن أسألك عن نقطة، أنه تقارير تحدثت بأنه الصين تريد أن تدعم روسيا لتحقيق غايات ليس فقط تتعلق بالغرب، وإنما حتى بموقفها من تايوان، وأنه هي تريد السيطرة على تايوان فتريد الدعم بالسلاح، وبالموقف الروسي الرسمي تريدها أن تقف إلى جانب بكين في مقابل أنه هي أساسا تقف معها مقابل الغرب ومقابل أمريكا. هل روسيا ستقبل بهذا الشرط أو هذا الضغط، أم هي مضطرة على القبول، لا حلول أخرى لديها؟ يعني أعتقد أن روسيا مثلما هاجمت أوكرانيا بدون مبرر مقنع، ربما أيضا هي تقبل أن تقوم الصين بنفس الشيء. لاحظنا أنه حتى الرئيس شي جين بينغ كان يتحدث، أو يعني المواقف الصينية بشكل عام هي كانت تعطي دعما سياسيا لروسيا. هم اللي لا يستخدمون في الإعلام الصيني كلمة غزو أو كلمة حرب، يستخدمون كلمة صراع، يتحدثون دائما عن مصلحة روسيا في تأمين حدودها وفي يعني مخاوف روسيا من الغرب. نفس الشيء ينطبق بالتأكيد على تايوان. تايوان هي في النهاية هي جزء من الصين، هي تسمى الصين الوطنية، كان العالم يعترف بها قبل الصين الشيوعية، ثم انعكس الحال بعد زيارة
الرئيس نيكسون إلى الصين، وتحول الحال إلى سياسة الصين الوحيدة من بالنسبة للولايات المتحدة. الآن الغرب وبالتحديد في الولايات المتحدة يتخوفون من أن الخطوة القادمة من الصين ربما ستكون غزو تايوان ربما خلال عامين أو ثلاثة من الآن وربما أكثر من ذلك، لكن هناك تخوفات حقيقية لأن الصين تعزز بشكل سريع جدا من قواتها البحرية وتحدثها. هناك خطة بزيادة قواتها النووية من 250 رأس نووي إلى 1000 رأس نووي بنهاية هذا العقد. كل هذا يؤشر على أن الصين تتجه إلى تعزيز قدراتها العسكرية لسبب واحد فقط، هو تعزيز مكانتها الدولية من ناحية، ولكن الأول الهدف الأول هو تايوان، وهي تريد استرداد تايوان باعتبار أن هذا جزء من الصين وفقا لرؤيتهم. هذا صحيح، لكن المتعارف على الصين بأنه هي لا تدخل بحروب مباشرة، فهل ستدخل هذه المرة وتحاول استعادة تايوان بقوة السلاح؟ هي لا تعتبر أن تايوان جزء غريب، هي تعتبر أنه جزء من جسد الصين، وهي التزمت مع الولايات المتحدة منذ عدة عقود على أنها أمريكا تعترف بها وتلتزم بسياسة الصين واحدة، في مقابل أن الصين لن تقوم بغزو تايوان وتستخدم يعني القوى العسكرية لتحقيق ذلك. كان الاتفاق على أن يكون إذا أراد التايوانيون العودة إلى حضن الوطن الأم عليهم أن يفعلوا ذلك بالطرق الديمقراطية وبالآليات الديمقراطية، لكن حتى الآن هناك مخاوف كثيرة في تايوان داخلها بعدما رأوا ما حصل مع هونغ كونغ وقمع المتظاهرين والتقييد على الحريات. هناك مخاوف مشابهة ولهذا لا يريدون ذلك. هناك بعض الأحزاب التي تتجه إلى فكرة أن لا يجب أن نعلن استقلالنا، وهذا هو ما يزعج الصين كثيرا، وهي لذلك هي ربما تستشعر قوتها وتقوم بهذه المغامرة التي سوف بالتأكيد تدخل الجميع في مشكلة كبيرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق الشامي من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي في اندبندنت عربية، ومن كييف سيد يافين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني. شكرا لكما على هذا الحوار وهذه المعلومات، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية. نلتقيكم غدا في نفس الموعد وموضوع جديد، ورمضان كريم.